وللحديث أكثر حول تطورات الأوضاع في غزة وعدوان الاحتلال عليها ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا في قطاع غزة غازي العالول. غازي مساء الخير وأهلا بك، هل لك أن تضعنا في صورة آخر التطورات الميدانية لهذا اليوم؟ نعم مساء الخير ليلى لك وللسادة المشاهدين. قبل يعني دقائق من الآن انتهينا من استقبال قافلة أردنية استقبلها المستشفى الأردني الميداني في قطاع غزة مكونة من 25 شاحنة محملة بمعدات وأدوات طبية لمساعدة القطاع الجريح. كذلك جاء مع هذه القافلة عدد من الأطباء لمحاولة إسعاف الجرحى في قطاع غزة، واستقبل الفلسطينيون هذا الأمر بترحيب كبير بالنظر إلى أن المنظومة الصحية في قطاع غزة في تدهور كبير خلال يعني الأيام الماضية مع زيادة التصعيد من جانب الاحتلال الإسرائيلي في قصفه واستهدافاته لمنازل المدنيين في قطاع غزة. قبل ساعة من الآن بالتحديد عشنا لحظات صعبة. أنا الآن متواجد في مجمع الشفاء الطبي كالعادة، و يعني نراقب أعداد الإصابات التي تصل قطاع أو مجمع الشفاء الطبي. كان هناك استهداف لروف سكني في شارع الوحدة مقابل عيادة الرمال، وهي عيادة تابعة لوزارة الصحة ويتم فيها إجراء فحوصات فيروس كورونا. قبل لحظات قالت وزارة الصحة إنها لغت كل الفحوصات وكل يعني الفحوصات التي ستجريها بشأن فيروس كورونا. هذه الخدمة توقفت وخرجت من إدارة طبعا وزارة الصحة عنوة بسبب الاستهدافات التي طالت مرافقها، وأتحدث عن عيادة الرمال بالتحديد وهي أكبر منشأة صحية يجرى فيها يعني فحوصات لفيروس كورونا. خلف هذا الاستهداف شهيدين وعشر إصابات كلهم من المدنيين، استشهد الأب وكذلك الابن الأكبر، وأيضا كان هناك إصابات لأطفال ونساء في هذا الاستهداف. لكن ليس هو الوحيد في قطاع غزة، بل في الجنوب وفي الشمال هناك استهدافات متواصلة وقصف مدفعي متواصل بقنابل دخانية تطلقها دبابات الاحتلال من على الحدود الشرقية لقطاع غزة، في حديث خوفا من أن يكون هناك محاولة لتسلل رجال كتائب القسام أو المجاهدين أو المقاومين للداخل المحتل على الحدود والشريط الفاصل. كذلك بالعودة إلى الاستهداف الأخير، هذا الاستهداف طال منشأة كما تحدثت سكنية وتضم بعض المكاتب الصحفية، في استمرار لاستهداف عين الحقيقة واستهداف الصورة الفلسطينية والصحفية. هنا التجمهر الإعلامي في مجمع الشفاء الطبي لا زال متواصل كذلك لنقل الصورة الحية والمباشرة للإصابات والشهداء الذين يصلون بين الفينة والأخرى إلى مجمع الشفاء الطبي. نعم غازي، يعني جرائم حرب يرتكبها الاحتلال العدو الصهيوني في هذه الحرب غير متكافئة القوى، يعني آخر حصيلة للشهداء وصلت تقريبا اليوم إلى 220 شهيد، هل هنالك تحديث على هذه الحصيلة؟ وماذا عن الجرحى والخسائر المادية؟ وربما هنالك مساعي للتهدئة عبر عدة دول وقنوات، أين وصلت هذه المساعي غازي؟ نعم ليلى، يعني آخر إحصائية أخرجتها وزارة الصحة تؤكد بأن 220 شهيدا معظمهم من الأطفال والنساء والمدنيين العزل. آخر الأخبار المتعلقة بالتهدئة كذلك يعني نقرأها في الصحف العربية وكذلك الإعلام العبري، هي جهود دائما ما كانت خلال الساعات الماضية تبوء بالفشل بالنظر إلى تعنت جيش الاحتلال وكذلك تعنت رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من إيقاف إطلاق الصواريخ على المدنيين في قطاع غزة. هنا من جانبها المقاومة تؤكد أنها مستمرة في تقديم المزيد من الصواريخ في هذه أو في هذا التصعيد، وأيضا هناك التفاف شعبي ضخم وكبير جدا وثبات منقطع النظير بصراحة في أداء المقاومة ورضا تام عن هذا الأداء. قبل ساعة من الآن عند السابعة بالتحديد أطلقت سرايا القدس رشقات صاروخية متطورة في إطار الرد على استهداف بيوت الآمنين
كذلك كان هناك تصريح للناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة، قال بأن إذا ما استمر جيش الاحتلال في قصف البيوت الآمنة والمدنيين سيعاود القسام قصف تل أبيب بصواريخ متطورة أكثر وتحدث دمارا أكبر. هذا الأمر بالتأكيد قصف جوي أم بري غازي فيما يتعلق باستهدافات الاحتلال؟ الكتائب القسام. نعم كتائب القسام تستهدف بالتأكيد منذ بداية هذا التصعيد بصواريخ متطورة. وكذلك هذه الصواريخ التي تخرج من قطاع غزة. الأداء البري أو المعدات البرية لدى كتائب القسام لم تدخل هذا التصعيد ولم تدخل في الخدمة حتى اللحظة، لأن هناك ربما هنالك خوف من اعتقال لجنود الاحتلال. هذا بالتأكيد، وهذه هي الصورة التي أكدت عليها أفضل المقاومة والغرفة المشتركة للمقاومة، أنها فرصة ستكون لهم في حال تقدم جيش الاحتلال بريا فيزيد من الغلة فيما يتعلق بالأسرى. نعم غازي العالول، شكرا جزيلا لك، مراسلنا كنت معنا من قطاع غزة.